اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدي نهايه الاسبوع وفقرتنا الصحفيه لتحليل ابرز واهم احداث هذا الاسبوع. منورنا للتحليل ضيفنا في الاستوديو الاستاذ علي حسن الكاتب الصحفي رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. الحقيقة من أبرز الأحداث خلينا نقول الزيارة أو زيارات السيد الرئيس التي استغرقت 6 أيام البحرين والصين وأوزباكستان. خلينا نتكلم الأول على دلالات وأهمية الزيارات في هذا التوقيت ويعني بشكل شامل الأول. تفضل يا فندم. هو طبعا بشكل شامل هذه الزيارات تأتي في إطار دور مصر الرائد في سواء على المستوى المحلي او على سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي. حرص الكثير من دول العالم على دعم وتوطيد اواصر تعاونها مع مصر، ايضا في ضوء حرص مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ايجاد تنوع في علاقاتها الاستراتيجيه وايجاد تنوع في علاقاتها الدوليه و التعاون مع الدول الشقيقة والدول الصديقة بكل ما يحقق مصالح مصر وأيضا مصالح هذه الدول. أيضا كان أحد هذه الزيارات بالغ الأهمية وهو زيارة الصين، لا سيما ما يتعلق بأنه سيادة الرئيس إلى جانب الزيارة التي يقوم بها زيارة الدولة الثانية إلى الصين، لكن أيضا شهد منتدى التعاون الصيني الإفريقي بمشاركة رؤساء وقادة وممثلين ل 53 دولة. تمام. من دول العالم. وأيضا لأن مصر لها توجه كما تعلمين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ودعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، فكان هذا الأمر أيضا فرصة لدعم العلاقات المصرية وتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية. طيب خلينا نتكلم بقى تحديدا عن زيارة البحرين الأول، لأن عايزين يعني نحلل الثلاث زيارات. زيارة البحرين وطرق جديدة وعودة للتواصل مع الخليج، كانت أبرز الرسائل هنا أن أمن مصر من أمن الخليج وأن ما فيش مشاكل، ورغم ما يحيط بالمنطقة العربية من يعني صراعات ومشاكل كانت الزيارة واضحة جدا أن ما فيش مشاكل حتى هذه اللحظة بين مصر وأشقائها في دول الخليج. كيف تقرأ هذه الزيارة أيضا بشكل أعمق؟ هو مصر بتولي العلاقات المصرية الخليجية أهمية بالغة وأحد محاور الأساسية في السياسة الخارجية المصرية، والبحرين هي يعني دولة شقيقة لمصر بتربطها بمصر علاقة حميمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن من الوهلة الأولى لتولي رئاسة مصر عام 2014 أعلنها صراحة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحرين والتي حظي خلالها بحفاوة واستقبال كبير جدا، لأن العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة وعلاقات حميمة ومصالح مشتركة. أيضا البلدان يجمعهما معا تعاون في إطار منظومة الدول الرافضة للإرهاب أو الدول الداعمة لمواجهة الإرهاب، اللي هي طبعا مصر والسعودية والبحرين والإمارات الربع العربي. أيضا في هذا الإطار جاءت الزيارة للإعلان عن رفض مصر لأي تهديد لدول الخليج وحرص مصر على الاستقرار دول الخليج، وأن مصر ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي لهذه الأقطار العربية الشقيقة ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها. وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع أمير البحرين تناولت دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. طبعا الملف الاقتصادي دايما حاضر مع سيادة الرئيس. تم التأكيد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في مختلف أوجه ومجالات التعاون المشترك واستمرار مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين. بس الزيارة دي يا أستاذ علي، يعني زيارة البحرين تحديدا كانت أكثر سياسة أو أكثر يعني لمواجهة الإرهاب وأكثر سياسة أكثر من ملف الاقتصاد، مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهاب والإعلان عن مساندة مصر لدول
مساندة مصر دول الخليج في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، وإن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وكانت رسالة واضحة جدا. وبقول إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن كان محلا لاهتمام عالمي، لاهتمام عربي في المقام الأول، وأيضا اهتمام عالمي الاهتمام العربي، لأن كل دول الخليج تقريبا نشرت هذه الزيارة ونشرت تلك التصريحات وأبرزتها بصورة كبيرة، لأنها تمثل تصريحات الرئيس السيسي لأنها تمثل يعني أهمية بالغة بالنسبة لها ولطمأنة شعوبها أيضا بأن مصر تقف معهم في مواجهة هذه التهديدات. الجميع أيضا علق على نقطة التوقيت، ان التوقيت يعني احنا فعلا المنطقه العربيه بتمر بسخونه شديده في الاحداث. وخليني اتكلم شويه عن وكالات الانباء العالميه اللي علقت على هذا التوقيت وقالت ان فعلا زي ما سيادتك بتقول رسائل مهمه جدا لطمانه الشعوب، خصوصا ان في يعني مشاكل بتحدث حاليا يعني في كل ارجاء المنطقه العربيه. البعض الاخر قال لا، ان التوقيت ده حضرتك عارف ان في يعني اعلام اخر مناهض فبيتكلم ان لا التوقيت مش صح، التوقيت كذا، فكيف ترد على هذه النقطة؟ هو التوقيت طبعا توقيت مناسب جدا، وهذا التوقيت تقدره قيادتي البلدين الشقيقين، لكن هناك طبعا من يغضبهم وجود مثل هذه العلاقات، هناك من يغضبهم العمل العربي المشترك، هناك من يغضبهم وحدة العرب، الدور المصري، أؤكد وأكرر أن هناك من يغضبهم الدور المصري القوي والحاسم في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة التطرف وفي مواجهة التهديدات التي تتهدد المنطقة، ومن ثم يريدون أن يتحدثوا بطريقة مغيرة، لكن لا أحد يصغي إليهم على الإطلاق، لأن موقفهم معلوم، أن هؤلاء يريدون استمرار أن ولائهم ليس لأمتهم العربية بل لجهات إقليمية أخرى معادية لعالمنا العربي. هؤلاء لديهم أجندة لمساندة العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، ومن ثم يغضبهم كثيرا الدور المصري المشهود والملموس والداعي دائما إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة وعلى وحدة وسلامة الدول والأقطار العربية وسلامة شعوبها ووحدة أراضيها. كل هذه الأمور تغضب أعداء مصر الذين يريدون أن يعلقوا تعليقات غير مقبولة ولا يصغي إليها أحد، وهم يتحدثون إلى أنفسهم فقط، والكل يعلم دورهم الخياني في المنطقة. لكن الدور المصري في الحقيقة دور محترم، دور بيحظى بتقدير عربي ودولي كبير. صحيح، هو دور رائد أيضا في حل بعض المشكلات زي أزمة فلسطين، أزمة سوريا، أزمة ليبيا، يعني كان في دور رائد لمصر، بس هنا متواصل يا فندم، دور مصر متواصل بهذا الشأن فعلا. صحيح، ودي يعني دي حاجة احنا ما ينفعش ان احنا نغفلها. هل حضرتك شايف ان الردود العملية اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو لا يرد أبدا بالكلام على يعني مثل هذه الادعاءات الكاذبة، ولكن يرد عمليا عن طريق زيارات، عن طريق اتفاقيات، عن طريق يعني توجيهات سياسية معينة، هل حضرتك شايف ان يكفي يعني ان احنا بقى دورنا دور الاعلام ودور الصحافة للرد؟ هل نرد يعني بشكل ايضا معين، ولا ردود كافية فقط ان احنا للتحليل او الكتاب؟ هو دور التكاملي لدور العمل، دور الاعلام هو دور مكمل لدور القيادة السياسية. فما تقوم به القيادة السياسية ينبغي على الإعلام أن يقوم بنقله إلى الرأي العام ويقوم بتوضيحه. الرد على البلبلة والرد على الشائعات والرد على الأكاذيب، كل هذه الأمور المنوط بها في المقام الأول هو الإعلام، وعليها أن يقوم بدور قوي بهذا الشأن. وبالفعل مركز المعلومات مجلس الوزراء مثلا قام بدور كبير جدا في الرد على الشائعات طيله الفتره الماضيه، وسائل الاعلام نقلتها، وانا فكرت عن بشا الاسد بنقلها بشكل يعني من بس حضرتك بدقة عشان كده جدا بالفعل يعني. لكن احنا ايضا فكرت عن بشا الاسد وغيرنا من زملائي في وسائل الاعلام المختلفه او بعضهم في الحقيقه بنحرص جدا على اهميه الرد على هذه الامور من خلال اللجوء الى المسؤول المختص لكي احصل منه على رد على ما يثار من شائعات وأكاذيب. إذا ما اقتضى الأمر ذلك بنقوم بالفعل بالرد القوي، لكن لا نترك الساحة لمن يريدون إثارة البلبلة وإثارة الشائعات والأكاذيب، لا سيما ونحن على ثقة ويقين بأن ما تقوم به قيادتنا السياسية
يصب لصالح مصر ولصالح أمتنا العربية ولصالح دعم مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة بل وفي ربوع العالم. تمام. طيب ننتقل بقى